لاعبين حطها ناحيه اليمين بقى 3 على 3 سرعه مهاره كريكتش كريكتش يمر ويعدي ويراوغ ويقف ياجل تاني وتصويبه وهدف اول هدف اول هدف اول لمصلحه كريكتش الموهبه قرار التصويب ليسجل برشلونه اول اهدافه من هنا كانت البدايه شوف الالتحام عدى من واحد عدى من الثاني عدى من الثالث اصبحوا 3 على 3 احمد السيد رايح كريكتش اللي لعب اول مباراه وعمره 17 سنه مع نادي برشلونه ضد الاهلي ثاني رايح جاي لا 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 فارق الرشاقه كبير ده فارق المهاره كبير القوه هنا موجوده بص هنا واحد على واحد ادي كريكتش صاحب ال 19 سنه عمل انه هشوط اجل خد احمد السيد احمد خد وقت كتير على ما رجع له وخد وقت كتير على ما عمل